بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ اليوم إن شاء الله بالدرس الخامس والعشرون اللي خاص بكورس اليونت تيستينج. في هذا الدرس سنناقش using a configuration file to define a data source. أنا محمد إماد عرفة. في هذا الدرس راح أتعرف على كيفية اللي هو إنشاء configuration file، وعن طريق هذا configuration file بإمكاني أحدد الداتا سورس اللي راح يتم فعليا فحص كل رو بداخل اليونت تيستينج. أوكي، خلينا نيجي الآن نبدأ. لاحظ إنه حتى أقوم بعمل هذا الأمر، لاحظ أنه أنا عندي هنا بالكود بالبداية أنا محدد عندي هنا اللي هو الداتا سورس، وهذا الداتا سورس تم تحديده ضمن عندي هنا اللي هو الكود، وعماله هنا بشبك مع السي اس في. لكن تخيل أنه بكرة مثلا تغير معي هذا الداتا سورس بحيث أنه بدي أستخدم الـ XML كداتا سورس، فبالتالي أنا بحاجة لإني أرجع أعدل على الكود، وأنا أيضا مرة ثانية بحاجة لإني أعمل بيلد جديد للأبليكيشن. هذا أمر سيء. ليه ما يتم عمليا فصل الكود عن الكونفيجريشن فايل، بحيث أنه أنا لو بدي أغير اي داتا سورس انا مش بحاجه لاني ارجع اعمل بيلد او ريبيلد للابلكيشن. فبالتالي كيف بامكاننا نعمل هذا الامر؟ بامكانك انك تعمل هذا الامر بكل بساطه عن طريق اضافتك ل خلينا نجي نحكي configuration file. انا هنا سميته app.config واللي هو فعليا configuration file. لاحظ انه ضمن هذا configuration file اللي انا قمت بانشائه هو فعليا بيحتوي على configuration section وهو فعليا root section، وبداخله بيحتوي على config section، وبداخله ايضا بيحتوي عندي هنا على section. لاحظ انه هنا عمال بتعامل مع microsoft.visualstudio.testtool، وايضا هنا عمال بتعامل مع testtool.unittesting.testconfiguration-section، وايضا لاحظ هنا فرقت باقي المعلومات اللي هي Visual Studio Quality Tools dot unit test framework والversions اللي خاصة فيه. لاحظ انه هنا عمالي بحط معلومات، وهي المعلومات هي فعليا بتمثل assembly information metadata عن اللي هو assembly اللي خاص باليونت تيستينج. لاحظ انه الفيرجن عندي هنا اللي هو عبارة عن 10.0.0.0، وطبعا انا ليه اعطاني 10.0.0.0؟ لانه بتعامل مع دوت نت فريمورك الفيرجن لإله هو 4.5. لو غيرت انت هنا من 4.5 لانذر فيرجن بكل تاكيد راح يتغير معاك هذا اللي هو الرقم. تمام، بعد هيك لاحظ انه في السكشن الثاني واللي هو فعليا بيمثل لي الكونكشن سترينجز، انا ممكن اني اعمل كونكشن مع اللي هو داتابيز تيبل، او ممكن اعمل كونكشن مع الاكس ام ال، او حتى مع السي اس في. لاحظ انه ضمن الكونكشن حددت لي الكونكشن سترينج، وكذلك ايضا البروفايدر. لاحظ انه البروفايدر عندي في داتابيز تيبل هو system.data.sql client. تمام، وطبعا هذا هو كونكشن سترينج طبيعي اللي هو داتا سورس اللي هو محمد فورورد سلاش عرفه، داتابيز هي اسمها تيست داتابيز، والانتجريتد سكيورتي هو فعليا ترو. تمام، ايضا بالنسبه للاكس ام ال كونكشن اعطينا عندي هنا اللي هو اسم الكونكشن عندي هنا اللي هو لاحظ عندي هنا الكونكشن سترينج هو عباره عن employees.xml، في حين انه البروفايدر هو microsoft.visualstudio.testtool.datasource.xml، في حين في السي اس في بيكون .csv. اذا هذا هو فعليا الكونكشن سترينج. اوكي، الان بعد هيك انا بحاجه لاني اقوم فعليا بتحديد له اللي هو الداتا سورس. الداتا سورس بتوقع مني فعليا ثلاث شغلات. فعليا بتوقع مني اللي هو الكونكشن سترينج واللي انا اوريدي قمت باعداده في السكشن السابق، وايضا بتوقع مني الداتا تيبل واللي هو فعليا عندي اسمه employees في حاله database. تمام، وفي حاله اللي هو XML وايضا CSV اسمه عندي هنا اللي هو employees. وبعد هيك مباشره قمت بتحديد له في البارامتر الثالث اللي هو data access method واللي هو فعليا sequentially. اوكي، الان حتى انادي هذا داتا سورس قمت باعطائه اللي هو نيم. لاحظت ان الاسماء عندي هنا اللي هي متكرره، ليه؟ كمان شوي حنعرف ليش. الان خلينا نروح مباشره عندي هنا على اليونت تيست داتا سورس. انا بدي بكل بساطه افصل الكود عن الكونفيجريشن فايل، فبالتالي انا كل هاي عمليه الكود الموجود هنا انا فعليا مش بحاجته، وبالتالي فقط راح اقوم عندي هنا باعطائه اللي هو الكونفيجريشن. لاحظ انه انا عندي هنا في الاوفرلود اللي خاص بالداتا سورس اتريبيوت بامكانك انك بكل بساطه تعطيه عندك هنا اللي هو داتا سورس سيتنج نيم. فبالتالي هنا اعطيته سيتنج نيم هي فعليا يونت تيست داتا سورس. الان مجرد ما اجي اعمل عندي هنا اللي هو سيف واعمل بيلد الابلكيشن، راح اروح مباشره يعمل كونكشن مع الداتابيز. ليه مع الداتابيز؟ لانه ضمن اليونت داتا سورس انا هنا عامل اكتف فقط للداتابيز، فبالتالي المفترض انه يقرا 10 ريكوردز اللي هم موجودين عندي هون زي ما احنا فعليا شايفين. خلينا نشوف هذا الامر بشكل عملي. لو بروح الان مباشره عندي هون وبعمل بيلد الابلكيشن، وضمن التست اكسبلورر بعمل رايت كليك وبعمل ران سيلكتد تيست، لاحظ انه ضمن التست اكسبلورر قرأ عندي هنا فعليا 10 روز. فلو بطلع عندي هون لاحظت من الرو 0 ولغايه الرو اللي هو رقم 9، فبالتالي عددهم اللي هو 10. الان لو بدي اقرا من عندي هون اللي هو
خلينا نجي نحكي ال XML. طب انت رح اعمل كومنت لهذا اللاين بالضغط على كنترول وكي وسي، رح ايضا اعمل هنا ان كومنت من عن طريق اللي هو الضغط على كنترول وكي ويو، لاحظ لحظه هون عمالنا بنحكي عن XML كونكشن. لو اروح مباشره على XML كونكشن لاحظ لحظه انه عندي هون عدد الريكورد هم 9 وليس 10، فبالتالي يفضل انه هون يكون عدد الرو من 0 ولغايه 9، عفوا من 0 ولغايه 8. فبالتالي الان لو برجع عندي هون ضمن الامبلوي تيست وبروح على التست اكسبلورر ومباشره بعمل رايت كليك ران سيلكت تيست، لاحظ انه راح يقرا الروز من 0 ولغايه عندي 8. انا بروح مره ثانيه عندي هون على سي اس في ومثلا بحذف عندي هون اللي هو 3 ريكوردز على سبيل المثال، فبالتالي هون راح يقرا اللي هو 7 رو، فبالتالي راح يكون عددهم من 0 ولغايه 6. خلينا نجي نعمل بيلد الابلكيشن وبعد هيك مباشره راح اجي اعمل عندي هون اللي هو ران ل اللي هو سيلكتد تيست، وخلينا نشوف فعليا عدد الروز اللي قراهم اللي هم فعليا عندي هنا من فقط خليني اعدل عندي هنا بالاب كونفيجريشن فايل وافعل عندي هنا اللي هو سي اس في، تمام، لان انا هنا نسيت فعليا وما فعلت اللي هو سي اس في، فبالتالي انا بحاجه اني اعمل عندي هنا اللي هو كومنت وبحاجه هنا لاني اعمل ان كومنت. الان راح ارجع اعمل عندي هنا اللي هو سيف بيلد سولوشن. الان راح اروح مباشره على اللي هو التست اكسبلورر، ضمن التست اكسبلورر رايت كليك ران سيلكت تيست، راح اطلع انه هنا قام بإرجاع عندي هنا عدد الروز من 0 ولغاية اللي هو 6، فهذا دليل على أنه عدد الريكورد هو فعليا 7 ريكورد. أوكي، إذن هذا هو كل شيء بالنسبة لدرسنا لليوم، بتمنى أن يكون درسنا لليوم واضح وسهل. أخيرا thanks for listening and have a great day.